أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة كافة التطورات والمستجدات، ونبدأها من حالة الطقس، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ميلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. هذا وتتوقع هيئة الأرصاد أن يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، ودرجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من 0 درجة مئوية. للمزيد ينضم إلينا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور برحب بك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. اهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. يعني تغيرات شهدناها مستمره في الايام الماضيه في حاله الطقس وتغير المناخ، عده مدن مصريه شهدت سقوط حبات البرد والثلج، ايضا يعني فيديوهات كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي لقمم جبال سانت كاترين ومحيط منطقه سانت كاترين تغطيها الثلوج. المزيد يا فندم من عند حضرتك. بالتأكيد زي ما حضرتك أشرتي كان في حالة جوية غير مستقرة بدأت من يوم الاثنين الماضي، بالفعل زي ما توقعنا ونوهنا وبناء على التنسيق اللي تم ما بيننا وما بين كافة المحافظات تعاملت مع هذه الحالة الجوية الغير مستقرة. بالفعل كانت الحالة الجوية تساقط معها الأمطار اللي وصلت لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، كانت مصحوبة بحبات البرد مع انخفاض في درجات الحرارة. يمكن دي تعتبر أول موجة شديدة البرودة من نوعها تتأثر بها البلاد على مدار فصل الشتاء الحالي. صحيح. لكن من اليوم تحديدا السبت بنتوقع بداية الاعتدال وبداية الاستقرار التدريجي، يعني اليوم مش هيكون فيه استقرار تام لكنه هو بداية الاستقرار التدريجي، بمعنى بدأت أغلب مناطق الجمهورية اليوم تكون مشمسة بشكل كبير. صحيح. بدأت فقط فرص الأمطار تقل وتبقى أمطار من خفيفة المتوسطة ومنحصرة فقط على السواحل الشمالية للجمهورية وبعض محافظات شمال الوجه البحري. هنبدأ نلاحظ ارتفاع طفيف بمعدل درجة لدرجتين في درجات الحرارة، لكن هتظل الأجواء باردة خلال ساعات النهار، شديدة البرودة خلال ساعات الليل، هتظل فرصة تكون الصقيع على المزروعات سواء في شمال الصعيد أو في محافظة الوادي الجديد أو في وسط سيناء. إن شاء الله بكرة الأحد متوقع أن الأمطار تزداد شدتها قليلا عن اليوم، تكون أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لكن نقدر نقول من يوم الاثنين هتبدأ مصادر الكتل الهوائية تتغير بشكل ملحوظ، هيبدأ الارتفاع التدريجي والملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. على نهاية الأسبوع هتعود درجات الحرارة إلى 21 و20 درجة مئوية، هتوصل ل 25 وربما 26 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد. هتبدأ سرعات الرياح تعتدل بشكل كبير جدا، هتبدأ فرص الأمطار تكون قليلة جدا، وإن وجدت هتكون فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية. هتعود الشبورة المائية مرة أخرى للظهور. الشبورة المائية طبعا بتكون علامة للاستقرار والاعتدال في الأحوال الجوية، وارد جدا من يوم الاثنين الشبورة المائية تكون كثيفة خاصة على الطرق الزراعية والمناطق اللي بتكون قريبة من المسطحات المائية. يعني نقدر نقول انه بداية من اليوم نسير في اتجاه الاستقرار في الأحوال الجوية، يعني نقدر نقول ان في تحسن ان شاء الله. ان شاء الله بداية من اليوم في تحسن، اغلب مناطق الجمهورية هتلاحظه، هيكون فقط في فرص الأمطار هتكون أقل شدة من الأيام اللي فاتت على السواحل الشمالية، لكن القاهرة ومحافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومحافظات الصعيد هتبدأ تلاحظ الاستقرار والاعتدال، هتبدأ تلاقي أجواء مشمسة. يمكن بالأمس امتدت السحب حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وتساقطت معها أمطار خفيفة، كانت أجواء شتوية بشكل كبير وانخفاض درجات الحرارة. زي ما قلنا من اليوم هو بداية الاعتدال أو التحسن، مش اعتدال كامل لكن إن شاء الله من يوم الاثنين هيكون الاعتدال والتحسن الكامل. بالتأكيد دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشكر حضرتك شكرا يا فندم جزيلا على كل هذه المعلومات.
أما عن حالة الطقس عالميا مشاهدينا الكرام، فأعلنت تشيلي حالة طوارئ وسط مخاوف من مصرع 10 أشخاص في حرائق غابات بوسط البلاد، حيث تهدد الحرائق مئات المنازل، وترجع الحرائق إلى موجة حر صيفية وجفاف يؤثران على الجزء الجنوبي من أمريكا الجنوبية بسبب ظاهرة النينيو الجوية، وسط تحذيرات العلماء من أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الحرارة الشديدة والحرائق. فيما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن عاصفة ثانية أشد عنفا تتجه صوب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية مهددة بفيضانات وانهيارات أرضية خطيرة، فيما لا تزال آثار عاصفة سابقة ظاهرة في معظم أنحاء الولاية، ومن المتوقع هطول أمطار تزداد غزارتها تدريجيا على كاليفورنيا وعلى سواحل تمتد لمسافة 480 كيلومتر خلال اليومين المقبلين، مع انتشار العاصفة عبر مقاطعات لوس أنجلوس وسان دييغو. هذا وقال خبراء الأرصاد إن احتمالات حدوث الفيضانات كبيرة جدا مع تشبع التربة بالفعل بالماء وارتفاع منسوب المياه بسبب العاصفة والتي اجتاحت المنطقة الخميس الماضي. فيما أصدرت سلطات نرويجية عدة تحذيرات إلى مناطق في جنوب البلاد من حدوث انهيارات أرضية وجليدية في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية والتي تضرب البلاد. هذا وأفاد المعهد النرويجي للأرصاد الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار على الجزء الجنوبي للبلاد تصل إلى 100 مليمتر خلال 24 ساعة، مضيفا أن رياحا قوية ما زالت تعصف بالجزء الشمالي من البلاد. كما أصدرت مديرية الموارد المائية والطاقة النرويجية تحذيرات من أعلى مستوى من وقوع انهيارات جليدية على معظم الأجزاء الجنوبية والوسطى للبلاد خلال الأيام المقبلة. هذا فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم وصيب أكثر من 200 آخرين جراء حريق في العاصمة الكينية نيروبي. ذكرت السلطات الكينية أن الحريق اندلع في حي إمباكاسي في شركة لإعادة تعبئة الغاز، وتعرض مبناها لأضرار بالغة. للمزيد عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية حول العالم ينضم إلينا دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. يا دكتور أهلا بحضرتك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. يعني قضية تغير المناخ تجتاح العالم ككل وليس جمهورية مصر العربية، يعني إحنا الدولة الأقل تضررا والأقل مساهمة في تغير المناخ. يعني تغير المناخ وظاهرة النينيو وظواهر أخرى علمية يعني ممكن البعض غير مطلع عليها ولكن يشعر بها، يعني حرائق في بلاد كثيرة، مدن تتعرض للاختفاء، أنهار تجف، بلاد لم تشهد حرارة تشهد حرارة، وبلاد لم تشهد ثلوج وانهيارات جليدية تشهد هذه الظواهر. كيف تحلل وتفسر هذا؟ طب خلينا بقى يعني الاول كده نقول الحرائق في اللي بتحدث في نصف الكره الجنوبي لان عندهم فصل صيف، يعني هو الكره الارضيه مقسمه، نصف الكره الشمالي احنا في شتاء هم عندهم صيف، احنا في ربيع هم عندهم خريف، احنا في صيف هم عندهم شتاء، فالتوقيتات اللي احنا فيها شتاء والعواصف الثلجيه التي تضرب شمال الكره الارضيه في فلوريدا او في النرويج او ما الى ذلك، والانهيارات الأرضية وانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة وانهيارات جليدية، ده طبيعي جدا يحدث فصل الشتاء في هذه المناطق، ولكن
التطرف التغير المناخي بيلعب تطرف كبير جدا في هذه الظواهر الجويه. والسبب في هذا ان في ظاهره النينو، ودي مؤشر لان عام 24 هيكون اشد حراره من عام 23. طب ازاي بنقول هو اشد حراره ونلاقي اجواء شتويه رهيبه وقاسيه جدا في اوروبا وشمال اوروبا واحيانا في وسط اوروبا؟ ده طبيعي جدا، لان احنا عندنا هنا والساده المشاهدين لما تيجي الشمس تسطع في وجود كتلة هوائية شديدة البرودة في عمود الهواء في طبقات الجو العليا، سرعان ما تتكون سحب وتسقط أمطار غزيرة ورعدية. فبالتالي سطوع الشمس في فصل الشتاء ليس مؤشر لدفء الجو، وليس مؤشر لأن استقرار الأحوال الجوية. استقرار الأحوال الجوية بيرتبط بتوزيعات ضغطية، توزيعات الضغطية يكون في مرتفع جوي على سطح الأرض، وفي طبقات الجو العليا ما فيش كتل هوائية شديدة وكتل هوائية عادية. يعني على سبيل المثال احنا على ارتفاع 6 كيلو المتوسط يبقى من درجة حرارة العمود الهواء في 6 كيلو فوق تبقى من 20 ل 18 ل 25. طب لما لقاها ناقص 35، يعني 35 درجة تحت الصفر، معنى ان الكتلة الهوائية شديدة البرودة عاوزة تسقط من فوق العمود على سطح الارض، والهواء السخن الارض سخنت بيتصاعد لطبقات الجو العليا. التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة دي بتعمل تدوير وتكون سحب ركامية رعدية وتسقط منها أمطار غزيرة. يعني النرويج في التقرير حضرتك ذكرته هتسقط عليها في خلال 24 ساعة 100 ملي متر مكعب أمطار. هذه الكمية كمية رهيبة جدا، تغرق مدن، مش مدينة بأكمل، تغرق مدن، وبالتالي ده نصف الكرة الشمال. أما ما يحدث في الحرائق في تشيلي فهي نصف الكرة الجنوبي هناك، فعندهم صيف، ارتفاع درجات الحرارة يكون مؤشر إلى أن بعض المحاصيل الزراعية بيكون عندها جفاف، وفي نفس الوقت في أكسجين صادر من هذه المناطق فبينتج عنها حرائق، والحرائق تنتشر نتيجة لزيادة سرعات الرياح. فإذا التغير ما بين تطرف مناخي بارد جدا أو قاسي البرودة وتطرف مناخي حار بتلعب فيها هذه الظاهرة، هي اسمها ظاهرة النينو التي تحدث، دي ظاهرة عالمية مش ظاهرة محلية. يعني اللي بنقول اتكلمنا عليه ده كله ظواهر محلية بتحدث في النرويج، بتحدث في مصر البرودة شوية، بتحدث في تشيلي ارتفاع في درجات الحرارة، لكن ظاهرة النينو ولا نينو هذه الظاهرة بتحدث في المحيط الهادي. حدوث هذه الظاهرة بيستمر من 6 أشهر إلى عام أحيانا، ولكن عندما يكون الظاهرة دي بتحدث ما بين كل 3 أعوام بتحدث نتيجة للتلوث المناخي البيئي الناتج عن التلوث البيئي، فبالتالي بتكون مؤشر لارتفاعات أو انخفاضات درجات الحرارة. عندما تحدث النينو يبقى في ارتفاعات في درجة حرارة كرة الأرض، عندما تحدث اللانينو يبقى هنا لا تحدث ارتفاعات ملحوظة في درجات حرارة الأرض، وبالتالي هذه الظاهرة زي ما قلنا بتلعب التطرف. إذا عشان نحد من هذا التطرف المناخي علينا أن نحد من الانبعاثات الكربونية والمؤثرة على التغيرات المناخية، لأن التغيرات المناخية بتختلف من منطقة جغرافية لمنطقة جغرافية أخرى، وبتختلف من دولة على خط عرض مثلا 20 حول الكرة الأرضية إلى خط عرض 80 أو 70 في الكرة الأرضية. إذا الاختلافات دي كلها عوامل بتؤثر في الظواهر الجوية، فبالتالي لابد ان احنا نحد من الانبعاثات الكربونيه دي. وعشان نحد منها اولا لابد ان نوقف الحروب اللي بينتج عنها دمار كبير جدا وتلوث بيئي وغازات كربونيه رهيبه. يعني غاز الميثان ده عندما يتكون غاز الميثان الناتج عن روث المواشي او الناتج عن الانبعاثات او الانفجارات الحربيه دي، ده بيمثل 10 أضعاف ما ينتجه غاز الكربون، لأنه غسام جدا، وبالتالي هنا الضرر كبير جدا والكوارث أكبر. فعلينا الأول أن نحد من الانبعاثات الكربونية قبل الاجتماعات التي تحدث السنوية من خلال مؤتمر الأطراف، وفي كل عام بيتم تحديث مثلا بيانات ومعلومات أن في تطور في كرة الأرض وفي زيادة في درجة حرارة الأرض. ماذا سنعمل مقابل هذا الارتفاع؟ احنا بنقول هنوفر فلوس عشان نحد من الانبعاثات الكربونيه عشان نستخدم طاقه جديده صديقه للبيئه. على الدول الصناعيه الكبرى، هي اكبر دول مصدره للانبعاثات الكربونيه، ان تحد من هذه الانبعاثات. مش احنا في مصر اللي احنا بنمثل 4% عمالين نعمل في مشروعات خضراء ونعمل في نقله من وطاقه الرياح والطاقه الشمسيه ومشروعات، وكمان لا ده الاكثر من كده، احنا بنستخدم طاقه الوقود الاحفوري في السيارات. احنا النهارده لما ننتقل من استخداماتنا
اللي طاقه الوقود الاحفوري اللي هو السولار والبنزين الى متر والى حاجات عملاقه زي كده، فبتعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونيه وبتعمل على تفريغ المدن المزدحمه الى مدن صديقه للبيئه مليئه بالخضروات مليئه بالانجازات اللي نقدر نقول عليها. اذا على بد هذه الدول ان تقوم بالحد من انبعاثات الكربون بالتأكيد يعني. طيب دكتور، إذا أوضحت لنا نقطة التغيرات التي تحدث في المحيطات والبحار وتغير البيئة البحرية، يعني انقراض بعض النباتات تعيش عليها بعض الحيوانات أو انقراض بعض الحيوانات تنظف البيئة البحرية مما ينتج عنه مثلا طيارات، هذه الطيارات تعمل على طاقة الرياح أو الأمطار، هل في علاقة وطيدة ما بين هذا التأثير على البيئة أيضا في بعض البلدان؟ أكثر بيئة تتأثر بالتغيرات المناخية هي البيئة البحرية. احنا عندنا بيئة بحرية، بيئة صحراوية، بيئة زراعية، بيئة صناعية. صحيح. أكثر منطقة تتأثر بالعوامل الجوية والتغيرات المناخية هي البيئة الساحلية. ليه؟ فرق درجات الحرارة ما بين سطح المياه واليابس بيكون كبير جدا. صحيح. المياه هي مخزن الطاقة، يعني المياه بيعمل ايه؟ الشمس بتطلع الارض بتسخن لغايه سطح الارض. صحيح. الجزء اللي باطن الارض دوت الحراره بتوصله ضعيفه جدا، لكن المسطح المائي بيسخن الطبقه اللي فوق فبتسخن اللي تحتها واللي تحتها بارده جدا، فبتاخد الحر ده انها تاخد في الحراره من فوق، تاخد مخزن الطاقه، وبالتالي عندما يحدث انخفاضات جويه بتبدا على السواحل والمحيطات. وبالتالي هنا نقدر نقول البيئة البحرية والثروة البحرية لها بيئة مناسبة ليها للإعاشة. يعني أنا النهاردة متوسط إعاشتنا في جمهورية مصر العربية أن نعيش في الشتاء في درجة حرارة مثلا 15 ممكن نعيش فيها، لكن لما تقولي نعيش في درجة حرارة ناقص 15 عن 15 درجة تسعة صفر، ده في ناس مننا هتموت. صحيح. أكيد. طب ما نقول طب ما في اوروبا بيحدث الكلام ده، هم مؤهلين لذلك. صحيح. هم تعودوا في ملابسهم على ان هم يقاوموا هذه البروده الشديده، هم في استخداماتهم للتكييفات والشوارع ايضا بيكيفوا الشوارع تدفئه مركزيه بالظبط كده. فبالتالي اذا اختلاف البيئه في درجات الحراره بينتج عنها نشاط بحري وتيارات بحريه تقتل اشياء كثيره من الثروات البحريه، وهناك بقى انقراض لبعض الثروات البحريه بتنقرض. طب عشان تعيش هذه الثروات لازم اكيف البيئه المناسبه ليها، طب انا اكيفها ازاي وفي تطرف مناخي زي كده؟ وبالتالي هذا الجزء. الجزء الثاني عندما تحدث تكون سحب رقميه رعديه بتسكر اكبر كميه من الامطار فوق هذه المحيطات والبحار، الأمطار التي تسقط هي أمطار عذبة. الأمطار العذبة عندما تختلط بالمياه المالحة تغير في الجزئيات المادية المكونة للمياه، وبالتالي هنا بتختلف. يعني متعودين نعيش في أسماك تعيش في مياه مالحة، لما صحيح. تختلط بها مياه عذبة هنا حصل خلط. ما عليك بقى وناهيك عن ما يحدث من تسرب لسولار في بحر او محيط او مخلفات والتلوث البيئي الناتج، ومفيش طبعا تدوير لهذه المخلفات واكياس بلاستيكيه بتقتل هذه الثروه البحريه، اشياء كثيره. صحيح. جدا 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 لا يعني لا يسمح الوقت بان احنا نتداول. بالتاكيد بالتاكيد دكتور علي قطب استاذ المناخ بجامعه الزقازيق بشكرك شكرا جزيلا فندم على كل هذه المعلومات الثريه. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود اليكم لهذه التغطيه، ابقوا معنا. استشهد 15 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء وأصيب آخرون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 20 بعد 100. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية 3 منازل في مدينتي دير البلح ورفح الفلسطينية وسط وجنوب القطاع. وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 27,231 شهيدا و 66,287 مصابا.
هذا فيما استنكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر مبنى الجمعية في خان يونس ومستشفى الأمل والذي يضم آلاف النازحين. وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تنظر ببالغ الخطورة إزاء تكثيف الاحتلال اعتداءاته على مقراتها في خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 43 شخصا بينهم ثلاثة من طواقمها، وأصابت 153 آخرين جراء استهدافهم داخل فرع الجمعية خلال 12 يوما المتواصلة من الحصار والاستهداف. هذا فيما أعلنت المنظمة الدولية للمعوقين أن مقرها في مدينة غزة تعرض للتدمير خلال قصف على القطاع، منددة بعدم تلقيها أي تنبيه أو تحذير على الرغم من إبلاغ السلطات الإسرائيلية بإحداثيات المبنى. وأكدت المنظمة أن التدمير الواقع في غزة يعد دليلا إضافيا على أنه لا مكان آمنا للسكان في غزة. أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أن 30% من المباني في قطاع غزة دمرت كليا أو جزئيا خلال العدوان الإسرائيلي. وأوضح مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن أكثر من 69 ألف مبنى تضررت، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي المباني في القطاع. ذكر المركز أن أكبر حجم للأضرار كان في مدينتي غزة وخان يونس مقارنة بتحليل سابق. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد عشتية أنه تلقى تأكيدا من ممثلي خمس دول كانت قد أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، بأن دولهم عازمة على استئناف تمويلها للوكالة الدولية في غضون أسابيع عدة. دعا عشتية جميع الدول التي أعلنت وقف تمويلها إلى العدوان إلى العدول عن موقفها واستئناف مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في الوقت الذي هم أحوج ما يكونون فيه لخدمات الأونروا، لا سيما في قطاع غزة المنكوب. عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس الذي أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، ولذا أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2,300,000 نسمة بالمنطقة، ومعظمهم يعانون من البرد والجوع في خيام ومباني عامة. لم يترك الاحتلال مكانا في قطاع غزة آمنا، فكل شبر في القطاع شهد مجازر إسرائيلية مستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال إن الآلاف من سكان غزة واصلوا الفرار من الأعمال العدائية المكثفة في خان يونس باتجاه مدينة رفح الفلسطينية التي تقع في الجنوب والمكتظة أصلا بالسكان، والتي وصفها العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة بأنها وعاء ضغط من اليأس. وقال يانس لاركي المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه في الأيام الأخيرة فر آلاف الفلسطينيين إلى رفح الفلسطينية في الجنوب التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، ويعيش معظم الوافدين الجدد في مبان مؤقتة أو خيام أو في العراء، حيث أفادت المنظمة بأن 60% من حصيلة الشهداء التي أبلغت عنها السلطات الصحية في غزة كانوا من النساء والأطفال، مع إصابة أكثر من 66,000 شخص والذين يحتاجون إلى رعاية طبية يصعب الوصول إليها. وفي معرض تسليط الضوء على المهمة الصعبة للغاية المتمثلة في إعادة تزويد المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء القطاع بالإمدادات، أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن أنه من بين 15 مهمة مخططة لها إلى شمال قطاع غزة في يناير تم تنفيذ 3 منها، وتعذر وصول 4 منها بسبب الطرق غير القابلة للعبور وتم تأجيل 1، فيما رفضت 8 مهمات. وتفتقر جميع الأماكن في قطاع غزة إلى ضمانات السلامة والممرات الإنسانية،
ما يزيد من صعوبة تنفيذ العمليات الإنسانية بأمان وسرعة، ويؤدي بالتبعية إلى تفكيك النظام الصحي المتدهور بالأساس. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في قطاع غزة. واستقبل المعبر 86 مصابا ومرافقا فلسطينيا قادمين من مستشفيات بقطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف للعلاج في مستشفيات العريش العام والشيخ زويد بشمال سيناء و30 يونيو والتضامن والحياة في بور فؤاد بور سعيد والمجمع الطبي في الإسماعيلية والمجمع الطبي في السويس. للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية. دكتور برحب بك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بك شهند. أهلا بك يا دكتور. يعني بنتكلم عن ازدياد كبير في عدد الشهداء، وصلنا إلى 29 ألف وأكثر، 66 ألف مصاب، زيادة كبيرة في أيام قليلة لم نسمع عنها مثلا في من يسقطون في الحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين أو أكثر، بنتحدث عن 4 أشهر ويزيد عدد الشهداء والمصابين بهذا الشكل، قصف عنيف متواصل على القطاع بدون توقف مع اتهامات لمنظمة الأونروا التي يعني السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات والدعم الطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين، مع انشغال الدول الكبرى مثل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكثر دولة من الممكن أن تؤثر على القرار الإسرائيلي في ما تعرضت له القواعد الأمريكية في الحدود السورية الأردنية. كيف ترى المشهد برمته؟ في الواقع شاهدنا أن جزء كبير من المسؤولية في هذا العدد الكبير من الشهداء الفلسطينيين، يعني أكثر من 5% من سكان قطاع غزة ما بين شهيد وجريح ومفقود، وأعتقد أن جزء كبير من المسؤولية يرجع طبعا إلى الدول الكبرى، الدول الغربية خاصة أمريكا وأوروبا، في ظل ازدواجية المعايير وازدواجية المواقف. فمن ناحية أولا تطلق هذه إسرائيل في عدوانها البربري غير المسبوق حقيقة منذ الحرب العالمية الثانية في قتل واستهداف الفلسطينيين واستهداف كل ما فوق الأرض حقا البشر والحجر وتدمير غزة واستهداف المنشآت المدنية المدارس المستشفيات أمامه مرأة ومسمع من العالم، ولم نجد صدى ولم نجد تحركا. وعندما انتفض العالم قبل ذلك الغربي عندما مع أوكرانيا وغيرها من الحالات، لكنه في الجانب الفلسطيني ما زال ينظر بالعين الإسرائيلية والرواية الإسرائيلية ويتغاضى عما تقوم به كل إسرائيل حقيقة، وهو ما يشجع حكومة الحرب الإسرائيلية والمتطرفين الذين ينطون فيها إلى المضي قدما في تهجير الفلسطينيين كثرا، تثبيت القضية الفلسطينية، تحويل غزة إلى جحيم. ثم الأمر الثاني في هذه الازدواجية هو أيضا أن الغرب بدأ يتكالب أيضا في العدوان على الشعب الفلسطيني عندما يعلق تمويله للأونروا تحت مزاعم وهي وحجج لم يثبت دقتها، وحتى لو افترضنا جدلا أن هناك بعض الأشخاص قادرين للتحقيق لا يمكن أن يتم عقاب جماعي للشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 13 ألف موظف فلسطيني يعملون في الأونروا
وخمسين ألف فلسطينية تعاملنا معها في أداء خدماتها. وأنا شخصيا يعني دكتور أحمد لا أعتقد ثبوت صحة هذه التحقيقات أنه 12 عامل متهمين في عمليات أو تمويل الإرهاب أو ما إلى ذلك، لأنه هناك خمس دول أعلنت لرئيس الوزراء الفلسطيني السيد محمد أشطية أنهم عدلوا عن قرار وقف التمويل. إذا هذه الدول الكبيرة الأوروبية عدلت عن هذا القرار فبالتأكيد أن التحقيقات ستؤدي إلى النفي بشكل تام. يعني بالطبع شاهندة هي القضية أصلا أنهم سبقوا أي حكم وأي تدقيق وأي هم تصدقوا المزاعم الإسرائيلية فأنها مسلمة. الأمر الثاني توقيت هذه المقاطعة عندما جاءت بعد 4 أشهر من طوفان الأقصى جاءت فقط بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي تطالب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف كل إجراءات اتها ضد أو مانع استبداد الجمعية ضد الشعب الفلسطيني، وكأنهم يعاقبون المحكمة الدولية يعاقبون الشعب الفلسطيني يعاقبون على رفع وإصدار أحكام. وأول مرة إسرائيل تدخل في قفص العدالة في قضية سينظر فيها المحكمة الجريمة الإبادة الجماعية ويطلب منها بشكل واضح أنها أن تتخذ كل الإجراءات لمنع ما تكون به من جرائم إبادة جماعية. وبالتالي للأسف هذه الزوجية الغربية المسؤولة بشكل كبير عن هذا الوضع عن استمرار الحرب، لأن أمريكا ترفض أي وقف دائم لإطلاق النار كما حدث في مجلس الأمن الدولي، ترفض أي ضغوط على إسرائيل. هي فقط تجمل الصورة من الحديث عن يعني تضغط على إسرائيل لتقليل عدد المدنيين من باب إدخال المساعدات، يعني هدن وغيرها من الأمور التجميلية فقط لاستيعاب ضغوط الرأي العام المتزايدة في هذه الدول. لكن نقول إسرائيل وحكومة الحرب لم تكن لتتحدى المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية لولا أنها مدركة أن هناك حماية ومظلة حمائية غربية أمريكية لها من المحاسبة أو من الضغط، وكل ما يحدث هو مناشدات ومنصحة. ولكن إسرائيل تمضي قدما في إجراءاتها في إدراك التدمير الشامل، رأينا تصريحات العنصرية لوزراء الحكومة الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا، بل استخدام كل أدوات القتل الجماعي التي حتى لم نراها، يعني عندما نتكلم بلغة حتى اللغة العسكرية يعني استشهاد أطفال في غزة تجاوزوا مراحل أكثر من 22 حرب في الأخيرة في العالم بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية. عندما نتكلم عن 29 ألف شهيد فلسطيني وعظم النساء والأطفال، وهذه جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وجريمة حرب. ماذا لو أن تم كان العكس وكان هناك يعني هذا العهد كبير من الإسرائيليين انتفضت الدنيا؟ وبالتالي هناك ازدواجية غربية، إسرائيل تلعب على هذا الأمر، وفي نهاية المطاف الشعب الفلسطيني يدفع الثمن. وبدلا من أن تقوم الدول الغربية بمطالبة إسرائيل بإدخال المساعدات والضغط عليها، لأن هي التي تعيد دائما دخول المساعدات إلى غزة لأنها في إطار استخدام سلاح الجوع والتجويع ضد الشعب الفلسطيني لكسر صموده ولإجباره على ترك غزة وتهجيره قسريا، لكن الشعب الفلسطيني صامد. صحيح. هناك في المقابل الجهود المصرية التي تقوم بدعم وتخفيف المعاناة، وفي الوقت الذي نرى فيه وجها مظلما للعالم والزوجية الغربية فيما يتعلق بحقوق نجد في المقابل أن هناك وجه المضيء وهو الجانب المصري الذي ينحاز الإنسانية، ينحاز القانون الدولي، ينحاز الشعب الفلسطيني. وتصر مصر منذ اليوم الأول على إدخال المساعدات ومناشدة العالم وحشد العالم بأن هناك كارثة إنسانية، بأن ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس وإنما هو عقاب جماعي. ومع ذلك الغرب سقط في اختبار غزة. الإنسانية وحقوق الإنسان وما وكل هذه الشعارات التي كانوا دائما يصدرونها لنا تحت مفهوم الإصلاح والديمقراطية وغيرها في ظاهرها الرحمة لكن في باطنها العذاب والازدواجية بتعكس أن الغرب. طب يا دكتور يعني عايزين نتحدث عن نقطة أنه مصر مش بس وقفت بجانب الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول وهي بتحمل على عاتقها يعني هذه القضية، ودائما ما تردد القادة السياسية المصرية أن قضية فلسطين هي قضية القضايا بالنسبة لمصر، ومصر يعني لم تقف بجانب القضايا الفلسطينية اليوم فقط أو منذ 7 أكتوبر، بنتحدث عن 75 عام. طيب بنتكلم لو تحدثنا عن أمريكا ولا يغيب عن أحد حقيقة أن هي الدولة الوحيدة التي من الممكن أن تؤثر على القرار الإسرائيلي، مثلما شاهدنا أن مصر أدركت ده من اللحظة الأولى، وعندما قامت الهدنة ما بين برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وكان يجب أن تكون فيها الولايات المتحدة الأمريكية طرف أو أوروبا لأنه هذه الدول هي التي تؤثر بشكل مباشر على
إسرائيل. طيب ما حدث للقاعدة الأمريكية على الحدود السورية الأردنية ومقتل 3 جنود وإصابة العديد وانشغال أمريكا بالتحقيقات وبالتلويح وبالتهديد وبأنها ستأخذ الرد المناسب في الوقت المناسب؟ ألم تحذر مصر من كل هذه العواقب منذ اليوم الأول وأن ما يحدث في فلسطين لا يخص الشعب الفلسطيني فقط وإنما سيؤثر على المنطقة برمتها ومنطقة الشرق الأوسط ككل؟ يعني في الواقع شاهين ده نقطة مهمة، أولا لأن أمريكا هي المسؤولة عن تفجر الأوضاع في المنطقة، رغم أنها تعلن ظاهريا أنها ضد عدم توسيع الصراع، لكن سياستها وعدم وقفها العدوان وعدم ضغطها على الجانب الإسرائيلي هو الذي غزّ البيئة الصراعية في المنطقة وأدى إلى هذا الانتشار في شظايا هذا الصراع كما رأينا في لبنان في سوريا في العراق في البحر الأحمر والمنطقة التي تدفع الثمن حقيقة. النقطة الثانية أيضا أن مصر في إطار استراتيجية المسارات المتوازية 3 مسارات واضحة: مسار إنساني في دعم وتخفيف المعاناة، مسار سياسي في حل الدولتين ووقف التهجير القسري والجهادي، مسار أمني فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار وعدم توسيع الصراع الإقليمي. حذرت مصر منذ اليوم الأول بأن استمرار هذا الصراع سيكون له شظايات ستنتقل إلى كل المنطقة وهو حدث بالفعل، رأيناه في البحر الأحمر، رأينا الآن في سوريا. أمريكا تدفع ثمن سياستها المتخبطة المتناقضة، هي من طارة تعلن أنها مع عدم توسيع الصراع، مع تخفيف المعاناة، أنها مع تخفيف عدم الضغط على المدنيين، ثم حولها فقط لاستيعاب الضغوط على الإدارة الأمريكية لاعتبارات انتخابية، ومن ناحية أخرى تستمر في اعتقاد إسرائيل، ترفض وقف دائم لإطلاق النار، أيضا لا تحجم هذا العنصرية الإسرائيلية حتى في الضفة الغربية، وبالتالي أمريكا وسياساتها هي المسؤولة الأول إذا تفجرت المنطقة. لكن أنا في اعتقادي أن هناك لعبة المصالح الكبرى ما بين أمريكا وما بين قوى إقليمية وأزرعها، ونحن نعرف أن كل منهما يستخدم الآخر لتحقيق أغراضه ومصالح الاستراتيجية في المقابل المنطقة التي تدفع الثمن، منطقة الشرق الأوسط، الأبرياء والمدنيين الفلسطينيين هم الذين يدفعون الثمن، بينما كل منهما يوظف هذا الصراع لاعتبارات، وبالتالي تيار التشدد الآن والتطرف يقود المنطقة إلى الهوية في مقابل التيار الاعتدال والوسطية الذي تقوده مصر ومع الدول العربية فيما يتعلق به وقف هذا الصراع، فيما يتعلق به حله من جذوره وحل الدولتين، فيما يتعلق به دخل إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق به عدم توسع الصراع إقليميا، لأن توسع الصراع بالتأكيد سيهدد بانفجار المنطقة كلها. بالتأكيد. يعني دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الإضافات. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه التغطية التي ناقشنا فيها حالة الطقس في العالم وفي المدن المصرية، وأيضا تطرقنا إلى الشأن الفلسطيني. كنت معكم على مدار هذه الساعة أنا شاهين عبد الرحيم، دمتم في أمان الله.